Muslimin yang dikasihi sekalian, marilah pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini kita kembali kepada Allah dan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita menjadi mukmin yang sejati yang bermanfaat kepada orang yang lain sepertimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Jadi orang kaya manfaat kepada orang yang miskin, jadi orang miskin manfaat kepada orang yang lain. Jadi orang pandai manfaat kepada orang yang tak pandai, jadi orang yang tak pandai bermanfaat pula kepada orang yang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua, menambahkan takwa kepada kita semua dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Apabila tiba-tiba orang yang di antara kamu ada permusuhan, seolah-olah pada ketika itu telah menjadi rakan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin ويا نجاة التائبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسيه، فقال الله تعالى مخبرا وآمرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذي قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وخصوصا على سيدي فاروق بكندا yang dipertuan agung الواثق بالله تونكو ميزان زن العابدين ابن المرحوم سلطان محمد المكتفي بالله شاه، وعلى سيدي فاروق بكندا راجا برميسوري agung تونكو نور زهرة. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رخية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وتجلنا يا إلهنا بسطوات الألوهية وأيدنا بروح الأرواح على وفق التجلي الإلهي المحمدي حتى لا يتعرض لنا في طريق معرفتك وشهودك جن والإنس ولا شيء من الأشياء إلا أعدمته بسيف إنز نصر قولك فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.